من مسقط بلاد مزيانة على الاخر وعندها بوتنسيال كبير ويخدموا في خدمة كبيرة. خلنا نكتشفوا معاك best practice من عمان. best practices Smart City Smart Waste Management مسقط عمان. من عام 2018 سلطنة عمان عملت نقلة نوعية في التصرف في النفايات المنزلية. هوني نلقاو مشروع المدينة الذكية في مسقط وين عملوا طريقة ذكية وإنوفونت باش يتصرفوا في النفايات. باش ينقصوا من الأثر البيئي نتاع النفايات هذوما عملوا شاحنات ذكية Smart Trucks مربوطين ببرنامج يعطي مدى امتلاء الحاويات ويقدم للسائق ان سيركوي اوبتيميزي بور لا كولكت. الحاويات ما نشوفوهمش على ثنية اما محطوطين تحت الارض ومربوطين بفتحة صغيرة فوق الارض. يعني بلدية مسقط حاولت زادة تعمل حاجة مزيانة في عوض الحاويات الكبيرة المحطوطة على الطريق وعملت مدخل صغير كل مواطن يرمي الفضلات اللي يجيبها من غير ما يشوف الحاوية الكبيرة. عامل النظافة كي يتعدى بور لو ديشارجمون يربط لا بلاتفورم اللي فوقها دونك اللي فوقها مدخل الحاويات بالضوء باش يترفع ويبو اكسيدي للحاويه الكبيره. مسقط خمت في البيئه وفي سكانها زاده وعملت حل يجمع ما بين الجماليه وحسن التصرف باش تحسن ظروف عيش اولادها وبناتها. ان شاء الله نهاركم زين.